ተመልካቾቻችን ስሜ ሞሲት ደባስ ይባላል የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያ ነኝ አሁን የምንገኘው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን በጃቢ ጠናን ወረዳ በአጎማሚት ጠበል ማቀበሌ ገነት በመትባል ጎጥ እንገኛለን በዛሬው ዕለት ካርሚ ወቆሎ በሱ አዘገጃጀት ከወይዘሮ ያልጋንሽ ፈንታውን ቤት በተግባር ነው ያለው سلام عليكم كالميوكولو بسولو مزاجة سان يسفل لغال انفرفر من الغبت ايه ماما سيام انفرفر اجنين انو كذا دقمو وها يسفل لغال مين مين انت مين دكت بسو دكت يسفل لغال كذا بوالا دمو يزيت متن بيشنو مادرك يزيت انتن سنيت اسفل لغال يزيت جو جو جمبران سلم سارا يا بس هو مان فرفرة أو هو يسبل لقال ويزارو يالقانش كارمي وقلو بس هو الزجاجة تيم يسبل ساقصوچنا سايتا شنيا أو اندومو سلا الزجاجة تو تسايتا شنيا الزجاجة تو نم لا سايشي چلالو أون ساتنا يزالن ماما جمرا ساعات كتير بوالا براد ستاتشن تدلن كابراد ستبوالا اهو كاروال هو انت مرال كازيبوالا سيفالا نومن جمر اهو نواتشن فلفل نواتشن سيفالا تنسجون جمرالن أو كاتشامر نوالا زيتن جمرالن عندي وادا ونم تنش قاتمان عندي فلانا درقالا نشاون تشاونا زيتو تواهدوا بعدم بسلا فلا عالمي انتناتش دوكيت هاتشن جمرالن قماش كيلو يمي هون دوكيت በደንብ እንፈረፍረዋለን ምክንያቱም በደንብ መብሰል ስላለበት
تنش فرفر لمارك دوكيت نجمر بتعلن شام بدم سلابا سلا ودم ما بيا سانا كنا درجالا تيجي لين على شتين اشكال مي بوكولو يازاجاجنون بسو استي انكما سونا قامنا من نغيري بتام يطفطا عارف نو ادنا بتام عارف ارغش ني ازاجاجش እሽ ወይዘሮ ያልጋ እንግዲህ አንቺ ያው ምን ካልሚ ወቆሎ የተዘጋጀ በሶ ያዘጋጀሽ ወንቺም እየተመገብሽ ነው ልጆችሽንም እየመገብሽ ነው ስለዚህ ላርሶ አደሩ ምን ተመክሪያለሽ እሺ እን አልሚ ወቆሎ እኔና ቤተሰቦቼ ያዘጋጀን በተለያየ ነገር እየተመገብን ነው ሌሎች አርሶ አደሮቹም በየማሳቸው አልሚ ወቆሎ እየዞሩ ለቤተሰቦቻቸውም ለልጆቻቸውም እንዲመግቡ መክራለሁ ወይዘሮ ያልጋ ያው ግዜሽን መሳወት አድርገሽ ወይም ግዜሽን አጥፍተሽ ይሄንን ከአልሚ ወቆሎ ገንፎ አዘግንት የበሶ አዘግጃጅ ስለሳየሽኝ በጣም እጅግ አመሰግንሻለሁ ምንም ችግር የለውም ችግር የለም ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት ከወይዘሮ ያልጋነሽ ቤት ካልሚ ወቆሎ ስለበሱ አዘገጃጀት በተግባር አይተናል። ስለዚህ አርሶ አደሩ በጓሮ ወይም በማሳው ካልሚ አልሚ ወቆሎን በየማሳው እየዘራ የራሱንና የልጆቹን ጤንነት እንዲጠብቅ ስል እመክራለሁ።